السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. منطقة الشرقية المركز الرابع على مستوى هذه البطولة، هذا حسام نبيل، حسام الى فرنانديز او هرنانديز، اوه اول الاهداف من اللاعب لاعب الشمال هذا حسن الضوي، هذا تونسي طبعا، ويعني نعرف جميعا ان شوف الله تمريره جميله كابتن، الاسيست يعني شيء الكابتن طبعا استغلال تقدم اللاعبين بغير تركيز، ففضى لاعب الدائره ووصول الكره بكل سهوله واريحيه. هنا ايضا المحاوله والتمريره من اللاعب، شوف شوف ايضا يعني سيدني هذا اللاعب رقم اربعه، واحد ايضا من اللاعبين المميزين على مستوى الجناح، هذا ستيوارت كالفرت، كالفرت هذا الهولندي، هذا الهولندي، هذا الهولندي باول اكوانوكوسكي يلعب على مستوى صناعه اللعب، يا سلام يا سلام على الاسيست جمول لجامعه سيدني، واحده من اعرق الجامعات، هذه الجامعه تاسست عام 1850، يتواجد بها اكثر منه السويد والدنمارك، هذا الكسندر باراباش يلعبها الى مين؟ الى هرنانديز، يا سلام يا سلام، الجمال الهولندي يلعبها على الدائره، لكن ايضا التنفيذ كان سيء، هنا شوف الهجوم الخاطف او التسديد المباشر على المرمى كابتن حميد، خروج اللعب بالزياده العدديه افاده منها. اليوم كل نتكلم بصفه عامه، اليوم الفرق اللي متواجده سواء الفريق الالماني وبرشلونه وايضا العريقه، هنا المحاوله حسام نبيل، ايضا صناعه الهجوم الخاطف، اعتقد يعني كابتن راح نتكلم عن هذه اللقطه، اعتقد فيها تراخي، كان ضويوي دخول خاطئ، النرويجي يقول دخول خاطئ، هنا المحاوله مجدي، يا سلام الى هرنانديز الى طارق هشام حنفي، انظر الفريق افتكاك الكره بشكل سريع، قادر على خلخله المدافعين، هذا هرنانديز يلعبها، شوف يعني حتى اللعبات الثنائيه كابتن، يعني شوف هرنانديز عن مصدر رزقه واحتراف خارجي، وهذا ما اضعف منتخبهم الكوبي، كوانوكوسكي يلعبها على مستوى الجناح، يا سلام يا سلام، هذا الكابتن جاء لي جاء لي يغسل الصحون، ربما ياكل الوليمه باكملها، هنا نبيل يلعب على مستوى الدائره، والله لعبه جميله، لعبه جميله بالكره، لا اكثر وقت ممكن بيدك تريح المدافعين، طلع الكره مع الجري، التمرير السريع الحلول اسهل وابسط. جوزيف جان، جوزيف جان مرة ثانية سلسلة اللعب، الكسندر اللعب لأحمد نبيل، لكن أيضا المتابعة ممتازة، ويخطف الكرة، يخطف الكرة، وهذا أيضا الله الله الله، لندن جاك سبون واحد من أروع الحراس على مستوى العالم، وأيضا أمير الحارس الفرنسي الذي قاد قاد فرنسا للأرقام الكبيرة، هنا المحاولة إلى مين؟ إلى كالفرت بيفان، مرة ثانية تشان يلعبها، كالبرت بيفان ينجح في إحراز الهدف، القرارات واضحة، واليوم الاتحاد الدولي يشدد على العقوبات، الإيقاف أو الاستبعاد أو حتى الكرت بالأزرق، لذلك نشاهد أن الحكمين قاعد يطلعون العالمية، تبقى أوروبا كابتن، هي هي موطن هذه اللعبة، لم يذهب أي لقب منذ تأسست، أوه هنا المحاولة جميلة جميلة ليش هذا، وهذا المكان اللي وصل لها هشام طارق يلعبها لالكسندر باريبوف، الى هذا اللاعب باريباش، الكسندر باريباش الى لاعب من اصول كوبيه يلعب للكويت، الكويتي اتى للوحده على نظام الاعاره لهذه البطوله، هنا المحاوله والنجاح لمجد الهلالي، مجد التي اقيمت في تونس في 2005 عندما احتضنت تونس البطولة، هنا المحاولة جان إلى كليبرت فيفان ينجح، يا سلام أيضا، يا سلام التصدي الوحدة خمسة لي نادي جامعة سيدني الأسترالي في أجواء
السوبر قلوب هنا هنا المحاولة. الله الله عليك يا عمرو عبد، ثلاث مرات بالتالي أيضا قدمت الأسماء الكبيرة. هنا المحاولة، هنا تسديدة لهذا الكوبي ما يمزح. هذا لي توماس يلعب على مستوى صناعة اللعب، هذا جان، يا سلام لاعب تشيكي جوزيف جان يلعب للمتعة للإثارة ليعيش الحماس وأجواء هذه البطولة. هنا المحاولة، طارق حنفي أيضا ينجح في إحراز الهدف 11. لعب في الوسط، كان هناك خطورة كبيرة من الفريق الوحدان. هنا المحاولة إلى جوزيف جان يلعبها مرة ثانية، يلعب على عنصر المفاجأة ماني قلت الدنماركي، لذلك يستحق ذلك، ولكن في النهاية أتوقع أن بتكون هناك صعوبة أمام البرشة. البرشة مثال البرشة هو البرشة، وإن عوضها في فاول من 9 متر أتوقع كان هي 7 متر. باولو يلعب على منها، شوف الحلوة التمريرة الذكية من جوزيف. جوزيف حصل مع فرنسا في 2017 في البطولة التي أقيمت في فرنسا من أمام النرويج. هنا حسام نبيل، حسام في وضعية غير مريحة. المحاولة، شوف محاولة غلق المفاتيح، ينجح هرنانديز في خطف الكرة يعطيها مجدي، مجدي الهلالي، مجدي الهلالي قدم مستويات عالية جدا. اليوم هو ينافس على أفضل لاعبين العالم، يعني اليوم لما تقول هانسون، شوف شوف ألكسندر باريباش، حلول الفردية الجميلة. هذا جوزيف جان اللاعب تشيكي، لا هذا هذا الأسترالي أيضا يحييه وشجعه، ما زال في مقتبل العمر، له إمكانيات كبيرة ولكن أيضا يحتاج إلى الخبرة. هنا نجاح للاعب الأبيض عم يسوي صناعة اللعب، هذا كاليفيرت إلى هنا المحاولة. الله 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 والله تصدي أكثر من تصدي، كان أروع من عمرو عبد السلام بالتأكيد. هنا المحاولة المتابعة، ما زال الأندية الأسبانية تحضر بقوة في السجل الذهبي للسوبر جلوب. هنا المحاولة، هدار الحافي ينجح، جوزيف جان يلعبها، هذا اللاعب يلعب على مستوى أنا اللي يلعب على مستوى صناعة اللعب، طبعا فاول يلعبها على مستوى الجناح، يا سلام لعبوا فيها فعلا قرار التصدي. هذا كاليفيرت بيفان اللاعب الأميز على مستوى طبعا هذا نواف المطيري، أو هذا لا هذا حارس واعد، حارس الناشئين اللاعب، هذا اللاعب هذا بولندي كوانسكي باول، كوانسكي 30 يعني عمره يعني كبير كابتن حميد نوعا ما، اللاعب 33 عمره. هو اليوم بحكم ان الموجود الفرق اللي في الفريق سيدني من لاعب كاليفيرت بيفان لاعب الاميز على مستوى فريق جامعه سيدني. هنا المحاوله لعبها احمد حزازي للصبحي، تمريره ممتازه. الدفاع مو عاجبنا طبعا، يعني كان يتمنى ان يستخلص الوحده الكوره، يتدرب على استخلاص الكوره بدون اخطاء. هنا تسديده، يا سلام تسديده ونجاح. جوناثان نيوستروم، هنا المحاوله ياتي ايضا من مجدي. مجدي مسؤوليه حكمي المباراه انه لا يسمح، اول اولويات الحكام هي سلامه اللاعبين كابتن. اذا هنا مرهون الماء، التصدي رايح، تألق توماس حارس المرمى، أما المرة الثانية فكان الحظ عاثرا لهذا اللاعب. يا سلام يا سلام، لعبة جميلة دائما في الفرق الأوروبية. شوف يعني نبيل أحمد، نبيل مو عاجبني الوضع كابتن، الفرق الأوروبية ليدر داخل أرضية الملعب. هنا حسام نبيل إلى باريباش، ألكسندر وهنا المحاولة، التصدي رائع من توماس أيضا، يعني حتى حارس المرمى بدأ يتفاعل مع أجواء المباراة، ممكن يخطفها سيدني ليش لا، لكن هنا المحاولة، هنا نجاح وفماس ورغبة
جامعة سيدني أن تحرز ولو انتصار، تحرز بسمة. الله الله، شوف 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 شوف, شوف. رافع ايده الطاقم النرويجي كليفين وجوران. هنا المحاولة والتسديد والتسديد في أجواء السوبر جلوب. المحاولة دائما، لكن لاحظ أين للمعنويات الكبيرة ترتفع لدى جامعة سيدني وسبعة أمتار. اختراق لأحمد كبيرة حضرت أيضا من تونس في هذه اللعبة. وسام حمام هداف كأس العالم، واحد من الأسماء الكبيرة. طبعا حسام نبيل إلى أحمد الهزازي، لعب هادي كابتن، حتى يعني يفترض أن تكون الكرة أسرع. محاولة التي تألق هذا توماس ينجح في التصدي. هذا مجدي والإصرار أيضا من مجدي أو حس أو هشام حسام نبيل. إذن يعني هنا المحاولة من هذا كوليفيرت، كوليفيرت الأميز، كوليفيرت الأروع. وهذا طبعا هي الضحكة الصفراء، غير راضي أحمد نبيل بالتأكيد عن هذا المستوى. شوف هذا كوليفيرت، يا سلام. الأسباني اللي الأسبان أيضا يتكلمون كرة اليد. 2013 نظمت اسبانيا كاس العالم، واستطاع خورخي ماكينا ورفاقه ان يحصلون على بطوله العالم. هنا ياتي الهدف سريع سريع. هل فعلا الوحده راح يعاني في الدوري هذا العام كابتن؟ والله على ما شاهدناه يعني عنده مشكله كبيره فريق الوحداوي، ولكن شوف لعله وعسى يستفيد من هذه التجربة. لاحظ الهجمة السريعة، لاحظ الهجمة السريعة، يعني يلعبون بجمالية. شوف عليه فارق 8 أهداف. طبعا صاحب الهدف هو ديجو لورتيني. ديجو يلعب هذا مجدي إلى هدال الحافي هدال، ولكن وعيب اللعب الفردي اللي يريح المدافعين. حسن الضويوي ينزل التونسي. هنا المحاولة نجاح. والله والله سيدي اليوم والله قد تكلف الكثير يا كابتن. شوف ها سجلنا 21-21. أحمد هزازي إلى حسام نبيل، الوحدة يبحث عن الحل. وهنا أحمد الصبحي، لكن مكلس يتألق، ماتيوس يتألق. لا 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 يا حنفي، حسام حنفي أدخل عمرو عبد السلام في المرمى. كل أوراقه اللي بدنها في الشوط الأول أدخلهم من جديد للعودة للمباراة. هذا ما استلمها بالشكل المفتوح. فاول إلى كوليفيرت. الله 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 الله, الله. الله مش على الهدف يا حميد، اكثر على اللعب الجماعي ووجود حلول. الكره اللي تتمرر في عمل جماعي توصل للدائره واحد الجناحين في تسجيل صعب. شوف جدا. شوف 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 شوف, شوف يلعب بحلو بهداوه، لكن عمرو ايضا والله يعني ما يقصر عمرو بصراحه. كما نشكر الاتحاد السعودي على ورش العمل التي يقيمها دائما لتطوير الحكام، وهي من الخطوات المهمة. هنا طبعا هذا اللاعب المميز كاليفيرت بيبان، كاليفيرت بيبان إلى فاول. الله 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 عليك، الله برافو لهذا الفريق. الله شوف دائما دائما نكران الداد، دائما البحث. الله يا عمرو، والله يا عمرو انت لاعب. هشام العبيدي طوال المباراه لاعب تمكن عند يعني ما يكفي من الخبره، ولكن الوقت يسعفه للدخول لاجواء المباراه. شوف التمريره، هذه تمريره تحسب الوقت، يعني تعيش الوحده ازمه قلق، ولكن يعني الوقت ايضا، الوقت كالسيف. الاسترالي وبيخلق صعوبة جدا على الفريق الوحدان في الدقائق المتبقية. هذا الكسندر، الكسندر محل فرد. أوه.
جامعة سيدني الأسترالي تلعب بذكاء كبير. هذا كيرفيرت إلى باول إلى باول. الله 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 الله. حاول فيها لكن المتابعة أيضا. هلا مجدي. إذا كرة العالم ما زالت في أوروبا. وهذا الكوبي أسترالي هنا. هنا باول يلعب على مستوى صناعة اللعب. يلعبها إلى مين؟ إلى كيرفيرت. خطير. دخلنا في آخر الأوقات، في آخر الثواني. والله من وضع الأزمة كلها هو. راح نشوف كوليفير. شوط كبير في الشوط الأول. مجدي الهلالي. هلو طلع علينا يا مجدي. إذن 5-6